دخول إذن الفريقين بهالوقت إلى أرض الملعب. اليوم مباراة عم تجمع العهد ونادي طرابلس. عم يعلن الحكم الرئيسي بهالمباراة حسين أبو يحيى عن صفرته لانطلاق اللقاء. فرصة لمصلحة فريق العهد، ممكن افتتح تسجيل بهالوقت، ليش لا؟ كرة داخل منطقة الجزاء مع التسديدة، ممكن 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 ممكن، ليش لا؟ ممكن ممكن العهد يفتتح التسجيل بهالمباراة. فعلا هو ملهم انتصارات فريق العهد بكل تأكيد. عم نتحدث كنا عن أونيكا وهذا هو صاحب الرقم 10. مع ركلة حرة عبد الرحمن العكاري عم يتقدم، عم يسدد بشكل مباشر، وحيد فتيل عم يفلت الكرة منه لعبد الله طالب المدافع المتقدم. عبد الله طالب عم مر، ممكن يسدد عبد الله طالب، ممتاز يا وحيد فتيل، حاول يلحق فيها، سريع جدا حسين عواضي عم يحصل الكرة، ممتازة جدا من حسين عواضي اللي ممكن يسجل، بالفعل بيلعب كرة لطارق العلي، فعلا تبديلات باختيار فالي عم تثمر. سينو داخل منطقة الجزاء لطارق العلي، طارق بتمر الكرة ولا زالت الخطورة، عهدوية جول. كرة لعبد الستار لوم، محاولة كرة عرضية مقطوعة من فعور طرابلس. طرابلس عم بيقلص الفارق وصافرة نهاية المباراة. عم يعلنها الحكم حسين أبو يحيى، العهد عم ينجح بإضافة 3 نقاط جديدة لرصيده.